أحيا تيار المستقبل الذكرى الثالثة لاغتيال الوزير محمد شطح في البيال بحضور رئيس الجمهورية السابق ميشيل سليمان وحشد من الوزراء والنواب والشخصيات وقد مثل النائب هاني قبيسي رئيس مجلس النواب نبيه بري ومثل وزير الاتصالات جمال الجراح رئيس الحكومة سعد الحريري رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ألقى كلمة رأى فيها أن لا أحدا يمكنه أن يوقف ثورة الأرز هلأ طالوا محمد شطح مزبوط طالوا واحد منا اساسي مش هيني ابدا بس ما رح نتركهم يطالوا القضيه يا اخوان ممكن بوقت من الاوقات الشر يربح جوله يقدر يوجه ضربه خمسه خمسين ميه للحق بس مش معناتها ولا باي حال من الاحوال انه انتصر الشر وانكفأ الخير ما رح نترك الخير ينكفي شو مصاري يصير وألقيت كلمات أشادت بمسيرة الوزير الشهيد شطح واصفة إياه برجل الدولة المنفتح على جميع الأفكار والأراء.